مرحبا بكم في موجز أخبار العالم من قناة الجامعة المغربية كامبوس ماروك تي في. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء باستخدام حق النقد الفيتو ضد أي مسعى في الكونغرس يهدف إلى عرقلة خطط بيع أسلحة بقيمة 23 مليار دولار أمريكي لدولة الإمارات، من بينها مقاتلات F-35. من المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الأربعاء على مشاريع قوانين تهدف إلى عرقلة صفقة الأسلحة. أصدر رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان الفريق الأول عبد الفتاح البرهان قرارا بسحب جنسية سودانية من 3548 شخصا حصلوا عليها بقرارات رئاسية خلال فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير. أعلن موقع يوتيوب الأربعاء الشروع في حذف أي فيديو يدعي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خسر الانتخابات الرئاسية بسبب التزوير في خطوة قد تشمل الفيديوهات التي ينشرها الرئيس الأمريكي ترامب نفسه. وقال الموقع المملوك لشركة ألفابت جوجل في تدوينة أن السياسة الجديدة ستطبق على المحتوى المنشور ابتداء من الأربعاء، نظرا لكون عدد كاف من الولايات صادقت على نتائج الانتخابات لتحديد الرئيس المنتخب. أعلنت السياسية الفلسطينية حنان عشراوي استقالتها من القيادة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية. وقالت حنان عشراوي البالغة من العمر 74 عاما وهي أول امرأة تنتخب لعضوية اللجنة التنفيذية وهي أعلى هيئة في منظمة التحرير الفلسطينية، إن الوقت قد حان للإصلاح السياسي. بعد يوم واحد من بدء حملة بريطانيا لاستخدام لقاح فيروس كورونا الذي أنتجته شركة فايزر وبيونتك، ظهرت بعض الآثار الجانبية البسيطة على من تم تطعيمهم، وذكرت الجهات المختصة أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية مزمنة قد لا يحصلون على اللقاح. وقال مدير هيئة التأمين الصحي في بريطانيا إن هذا الإجراء شائع في اللقاحات الجديدة وهو إجراء وقائي. أقامت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية ومعظم الولايات الأمريكية دعوى قضائية ضد فيسبوك بدعوى أن الشركة انتهكت قانون منع الاحتكار، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقسيمها. وقالت لجنة التجارة أنها ستسعى لإصدار حكم يمكن أن يتضمن التخارج الإلزامي من أصول بينها تطبيقات إنستغرام وواتساب. نهاية الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.